ما تكرم أغنية عراقية انشهرت وهلا خبز ومي مع هادي خليل. أهلا وسهلا فيك معنا بفوشيا. ثانك يو، أهلا وسهلا فيكم، تحية لكم. هادي هلا عم بتحضر خبز ومي واكسكلوسيف، نحن أول ناس رح نحكي عنها. خبرني شوي عن الغنية. غنية خبز ومي غنية شعبية من كلمات الشاعر مارون روحانا، من ألحان جوزيف جحا، توزيع باسم رزق، تسجيل استوديو روجيه أبي عقل. بكرة بالليل بحط صوتي عليها، واسبوع الجاي بتنطلق بالسوق إن شاء الله. خبرني شوي أكتر عن التفاصيل، يعني كيف اخترت الأغنية، ليش نقيت هيدول الكلمات؟ هي يعني أنا وجوزيف في صداقة قبل ما يكون في شغل بيناتنا، بس هي صارت بالصدفة. أنا كان مفروض في أغنية محضرة بدي نزلها، فنهار بنص الليل بدق لي، أول شي بدق لبيير كليس مدير أعمالي، بسمعوا إياها، بدق لي بيير بيقول لي دق لجوزيف هلأ هلأ. كانت ساعة تنتين بعد نص الليل، وأنا قاعد يعني بعدني أول ما أنا نايم عم حط راسي بدي نام، دقيت لجوزيف صار يغني لي إياها بنص الليل. قلت له خلص قررنا عليها على التليفون دغري، يعني ما ولي جوزيف ما بينخاف عليه فنان. من أغنية ما تقرب، أغنية عراقية، لأغنية خبز ومي أغنية لبنانية، ليش عم نشوفك بين الأغنية العراقية للأغنية اللبنانية؟ شو هو أنا بالأساس الستايل تبعي لبناني، العراقي بيشبه اللبناني شوي، حتى بيشبه اللون الفولكلوري تبعنا، فمشان هيك بغني وبجيد اللهجة العراقية شوي. أنا بعتقد يعني هيدي بشهادة الناس مش بشهادتي أنا بكل تواضع. فأغنية ما تقرب هي ما كانت مفروض أنه نزلها على السوق، لأنه أغنية من أرشيف كاراكلا، غنيتها بعملين مع كاراكلا أنا اشتركت فيهم، فالناس حبت، حسيت الناس عم كتير تحب الأغنية. كل ما حدا حضر المسرحية يقولوا لي هاي الأغنية لازم تنزل على السوق لازم كذا، فتشجعت ورجعت عملت لها توزيع جديد ونزلتها على السوق. طيب وتحضير الأغنية من بعد ما تنزل على السوق، شو البلانز للفيديو كليب؟ هاي الأغنية كمان في تحضير لنصور كليب. خلي كل شيء بوقته بنحكي عنه، خليها هيك شوي مفاجأة. حدا يمكن أول مرة، مش أول مرة عامل كليبات قبل، بس في فكرة حبيتها شفتها وحبيتها، شخص بذكر اسمه بعدين إن شاء الله نكون يعني نقدم شيء حلو نحن وياه. طيب هادي على الصحة الفنية، كانت من 2000 يعني من اليوم نحن 2016-2017 أطلقت أغاني، شو الفرق بين الصحة الفنية بوقتها وهلا؟ يعني الفن كرماله عم بعالمنا العربي، ما بدي أجمل بكل العالم العربي، في بعض الدول الخليجية بالتحديد، وعم بيقدموا بعض الحديث اللي عم يقدموا شوية فن. عنا بلبنان بتصور انه ما بقى في شيء اسمه فن بمعنى كلمة فن، يعني انه اليوم ما فيك تيجي تقارني والله، يعني ما بدي حجيب سيرة غنية من أغنية، انا انه والله أغنية من أغنية بتشبه مثلا أغنية زي العسل اللي كان يعتبروها هيدي أغنية شعبية، هلا اليوم صار زي العسل أغنية طربية. هلا اليوم الاغاني اللي عم تنعمل مفاهيم مختلفه، عم تعيش الاغنيه 3 أشهر 4 أشهر وعم تروح يعني خلص العالم بتنسيها، مبعود لها طعمه، مبعود لها. بينما الاغنيه اللي فيها فن الحقيقه قد ما سمعتيها بتضل موجوده بذاكرتك، بتضل، وحتى الانسان العادي دغري بيقدر يحفظها. فمشان هيك يسامحوني كل الفنانين، يعني انه مع احترامي للكل ومع احترامي لكل الشعراء ولكل الملحنين ولكل الدنيا، صارت اليوم صرنا بزمن ما بعرف ليش عم نتراجع لورا بهذا الموضوع. مؤخرا عم نشوف الفنانين بينزلوا اغنيه اغنيتين بالسنه، فهل تعتقد انه اغنيتين بالسنه لفنان از انف كافيه؟ حسب الأغنيتين، حسب قوتهم. الأغنية من إنتاجك قديه برأيك المنتجين كمان خف حماسهم لإنتاج الأغاني؟ إيه خف شركات الإنتاج، خفت بفترة محددة، هلأ رجعت طلع شيء بالسوشيال ميديا بيقدروا يردوا المردود
للإنتاج الفني اللي عم يعملوه هني، لأنه كان في فترة ما رأيت بطل في بيع سدي، شركات الإنتاج عم تسكر. خبز ومي قدي برأيك رح تلاقي رح تلاقي نتائج إيجابية بالخليج؟ إن شاء الله يا رب، أنا بتمنى. ايه لا بهن انا بدي بتصور بالخليج بيحبوا اللون اللبناني كثير، واللي دليل على كلامي انه عندنا كثير اليوم نجوم لبنانيين لامعين جدا بالخليج، من موجودين بالساحه هلا واللي كانوا قبل كمان، وكله بيغني لبناني. كيف الحفلات هالصيفيه رح يكونوا عندك، وهل بزخم الحفلات بالصيف يلي كانوا عم بيكونوا بالسنين السابقه؟ كل سنة أحلى من سنة عم تكون عندي أنا، هاي السنة الحمد لله عندي عجقة حفلات كثير، خاصة بشهر 8 بأغسطس عند هل أنا بالصيف ما بطلع برات لبنان أبدا، لأنه ما بقدر لحق، عندي ضغط شغل كثير عندي، بس تخلص صيفية بشهر 10 عندي تور على كندا 4 حفلات، بنرجع ممكن يكون بعدين عندي بالبحرين، بعدين عندي بقبرص، عندي بأوروبا بالسويد. هذه كلمة أخيرة لمشاهدي فوشيا، بقول لهم تحية لكم، وإن شاء الله ملتقانا قريب مع دانيال شايك، وإن شاء الله أيامكم كلها فرح، أيامكم كلها خير، ويا رب يعم الخير على لبنان وعلى عالمنا العربي كله سوا.